يعطيك العافية يا شباب. في أي سؤال قبل ما نبدأ محاضرة اليوم؟ أي استفسار؟ البروجكت واضح؟ واضح شو المطلوب معانا؟ واضح شو بدنا نعمل؟ نعمل الدومين موديل، يوز كيس دايجرام. لأهم يوز كيس بنشوفها، بدنا نعمل أو بدنا نكتب الفولي دريست فورمات ديسكريبشن. بالمرة الماضية احنا بدأنا بالحديث عن الإلابوريشن فيز. قلت أنا عملنا خلينا نحكي الانسبشن فيز، وطلعنا هالديليفرابلز اللي مطلوبة منا كانت، وحللنا خلينا نحكي أو عرفنا شو النظام مطلوب منه، شو السكوب، عملنا زي الفيزيبيليتي ستادي، الاكزيكتيف سمري، وكل هاي الامور، وقررنا نمشي في المشروع. وقلنا الراشنال يونيفايد بروسيس هي يوز كيس دريفن. ما اقول يوز كيس دريفن معناته كل يوز كيس انا بعتبرها از ميني بروجكت. هاي طريقه في اداره المشاريع. يعني احنا سو فار كنا نحكي كيف بدنا نقسم الشغل بيننا وبين بعض. اوكي، كنا يعني بيوز نحكي طيب كيف ممكن نحكي انه انا عندي تيم، كيف ممكن استغل هذا التيم، كيف ممكن اشغل هذا التيم بطريقه. فحتى هي في المانجمنت بتدخل في المانجمنت، احنا ما راح ندخل في المانجمنت اسبيكت للراشنال فايل بروسيس، لكن يعني المانجيريال اسبيكت هذا قلنا في كورس ثاني، لكن احنا بدنا نركز على الاناليسيس والديزاين. فقلنا بناخذ كل واحدة من هاي اليوز كيسز ونعتبرها as a mini project، ونظام مصغر. اوكي، طبعا هذا النظام انا بدي ابلش اعمل iterations، وانا دخلت هلا في اول iteration. لاحظوا انه هذا الelaboration phase بنهايته المفروض اني اكون عملت الكور اركيتكتشر، الكور فانكشناليتيز، الكور ريكويرمنتس، يعني اهم الريكويرمنتس كلها مكتشفه وستيبلايزد. اوكي، طيب فجينا على اهم يوز كيس وقرانا المين فلو، جاست المين فلو، الهابي داي سيناريو، البيسك سيناريو، انه كل شيء ماشي زي ما بدي. اوكي، كل شيء ماشي تمام. فهنا بكتب إشي اسمه أو بصمم إشي اسمه System Sequence Diagram. هو Sequence Diagram، Interaction Diagram، زي الدياجرامز اللي أخذناهم في اليوم السابق، لكن هو بتعامل مع System as a one single component. إحنا لما درسنا خلينا نحكي Sequence Diagram شفنا الInteraction، هذا بيطلب من هذا، هذا بيطلب من هذا، لكن كيف العملية بتتم بالضبط ما شرحنا. هون بدنا نصمم. اوكي، فهنا بوصف بالسيستم سيكونس دايجرام او اللي سميته انا البلاك بوكس سيكونس دايجرام، بوصف الانتر اكشن بين اليوزر او الاكتور اللي بيستخدم السيستم والسيستم نفسه. والسيستم انا اعتبرته as a one single component. اوكي، one single entity. انا بطلب من السيستم شيء والسيستم بيرد علي بشيء. اوكي، تمام، هي باك اند فورث، اليوزر انتر اكت والسيستم ريبلايز اور كم اب وذ سم كومبيتيشن اند كم اب وذ سم اوت دو سم كومبيتيشن كم اب وذ سم اوت. بعدين قلنا هاي الاوبريشنز اللي كانت موجوده عندي في السيستم سيكونس دايجرام او البلاك بوكس سيكونس دايجرام هي لسه مش مصممة، أو خلينا نحكي لسه مش معروف بالضبط كيف راح تشتغل في السيستم. الآن بدي أبلش أحلل هاي الـ operations اللي كانت مطلوبة من السيستم، كيف بيسويها السيستم، كيف بيتعامل معها السيستم، شو المطلوب من السيستم، أو بديش أقول شو المطلوب من السيستم، كيف ممكن يلبيها السيستم. أوكي، انت تعاملت مع السيستم قبل شوي as a black box، يعني قلت انا بدي لنجاح العمليه بدي اول شيء I should make a new sale. هاي كانت اول operation اذا بنذكركم فيها، خلينا نرجعها.
هاي اول اوبريشن كانت فيها السيستم سيكونس ديجرام، انه الكاشير يعمل ميك نيو سيل، بعدين بدخل في اللوب انه بضل يعمل انتر للايتم، لكن هو بتعامل مع السيستم. كيف الميك نيو سيل بتشتغل، كيف الانتر ايتم بتشتغل، كيف الانت سيل بتشتغل، الميك بيمنت كيف بتشتغل، هذا اللي بدي افكر فيه الان، هذا اللي بدي اصممه الان، هذا اللي بدي احلله الان. طبعا object oriented analysis انا بحكي، ما بحكي عن الريكويرمنت انا، يعني الاناليسز انه بدي افهم شو المطلوب والانترفيوز والميتنج، هذا خلصناه احنا. اوكي هذا خلصناه وقعدنا وكتبنا الريكويرمنت سبيسيفيكيشن وما الى ذلك الامور، وقلنا هاي تفصيلاتها وكيف اذا في فيج ريكويرمنت، اذا في كونفليكتنج ريكويرمنتس، قلنا هاي الامور بتاخذوها بالتفصيل اكبر داخل ماده الريكويرمنت انجينيرنج. اوكي هلا هون احنا بدنا نركز على اجايل بروسيس، اللي هي يعني دومينيتنج بروسيس بالاندستري، كلياتها اجايل، كلياتها بتحكي عن الاوبجكت اورينتد بروسيسز. طبعا اذا فهمت هاي البروسيس اكيد باقي البروسيسز شبيهه فيها، لكن هاي هي ايتريتيف انكريمنتال، وعمالنا بنسمع كثير. واذا بدك تروح تشتغل وتشوف الجوب ديسكريبشن لوظيفة software engineer بيقول لك يكون عندك familiarity مع agile processes. اقرأ، روح على LinkedIn وشوف. فالحكي اللي بنحكيه هون هذا مطبق عندنا في الاندستري. In any case, make a new sale. شو يعني make a new sale؟ طبعا شباب يعني ليش احنا بنغلب حالنا وبنعمل system sequence diagram وهلا بدنا نكتب الاوبريشن كونتراكت؟ ليش ما ندخل مباشره وعلى الكمبيوتر ونفتح على الاكليبس والنت بينز والانتليجي والباقي هذول الاي دي ايز وابلش ابرمج انا دغري؟ ليش بغلب حالي بالشغل هذا؟ نايمين شاربين القهوه بعدكم؟ طيب انه الانظمه الحديثه يا شباب هي عبارة عن أنظمة صارت معقدة، أنظمة كبيرة large scale و very large scale. تحكي عن نظام اللي فيه 100,000 line of code، هذا لا يعتبر large scale، ما لا يعتبر نظام كبير، هذا نظام صغير حسب الأنظمة الحديثة اللي موجودة عندي. كلياتها الأنظمة بالsoftware صار are becoming more and more complicated، size تبعه عماله بيكبر أكثر وأكثر وأكثر. Okay, how I'm gonna deal with these complexities؟ وبرضه كمان عمال النظام عندي بطل معزول لوحده، وصار النظام عندي بتعامل مع السيرفيسز، مع الكلاود سيرفيسز، مع الجوجل سيرفيسز، مع الامازون سيرفيسز، مع الانظمة الاخرى، في بروتوكولز وفي كوميونيكيشن وكوردينيشن وكولابوريشن. أنظمة بطلت زي زمان، يعني هو مش بس نظام إنه والله أكتب لي نظام بجمع لي رقمين وبطرح لي رقمين ولا أكتب لي هذا النظام. لو بدي أطلبه منك تروح على الكمبيوتر، أنا بقول لك أوعى تسوي الشيء هذا كله مضيعة وقت، بقول لك أوكي، بقول لك روح على الإكليبس مباشرة وافتح واعمل كلاس وبلش شغل. لكن لما نحكي على الأنظمة الحديثة هي مش 1 و 2 3 كلاسز، هي آلاف الكلاسز، systems of systems هي. اوكي سو لما نحكي عن السيستم انجينيرنج، سو لما نحكي عن السوفتوير انجينيرنج في عندي اركيتكتشر وديزاين وديزاين باترنز وما الى ذلك من امور. ف there is no way انك you can deal with modern software complexity by doing ad hoc works or ad hoc programming. اذا ما كان النظام تبعك انجينيرد انت راح تضيع اكيد. زي مثلا لما بدك تيجي تعمر بيت، بيجي هذا المقاول بقول لك شو المهندس هذا، انا هذا بيت ثلاث غرف اربع غرف بسويه وهي صالون وهي مش عارف ايش، وفعلا ببني بيت كويس عادي وعنده خبره وببني لك فيلا وما شاء الله، لكن تعال قول له ابني لي بيت او ابني لي خلينا نحكي ناطحه سحاب، والله لا بيعرف وين يبدأ ولا بيعرف وين يخلص. لأجل هيك بقول لك احنا بدنا مهندسين خبرة في تصميم ناطحات السحاب، مش هيك بيحكوا؟ اوكي
هلا الأنظمة زي ما أنت، عفوا هلا الأبنية زي ما أنت شايف، يعني عمالك بتشوف أقل بناية صارت تطلع 4 طوابق. زمان كانت الناس تبني بيت غرفتين ومطبخ وصالون، يعني بدون مهندس بيمشي الحال يعني، أوكي. لكن هلا صارت أقل شيء بناية فيها 10 شقق بدون تصميم. المقاول هذا أو اللي بيبني لا بيعرف، لا راح يعرف من وين راح يبدأ ولا كيف راح يخلص. ونفس الشيء صاير في السوفت وير. بعدين هيك انتم بسموكم انجينيرز، لان انتم يو ار ابلاينج الانجينيرنج برنسبلز تو ذا سوفت وير اندستري. هاي السوفت وير انجينيرنج. بعدين هيك انا في عندي اركيتكتشر وفي عندي ديزاين، وهذا كلياته لازم should be applied على السوفت وير، سوفت وير كونستراكشن، سوفت وير ديفلوبمنت. تمام؟ طيب جينا احنا وتعلمنا كيف نكتب السيستم سيكونس دايجرام. في حدا عنده مشكله بالسيستم سيكونس دايجرام يا شباب؟ اذا في حدا عنده مشكله انا على استعداد ان نشرح ونزيد ونعيد عادي، ما في مشكله. اوكي؟ المهم تكونوا فاهمين. بفترض السكوت علامه الرضا، which is absolutely fine. اذا حدا عنده مشكله ممكن انكم ترجعوا. طبعا لك ان تتخيل شو النكست فيز او شو النكست هوم ورك راح يكون. احنا كتبنا ديسكريبشن لاهم يوز كيس، اكيد راح نيجي نحوله لسيستم سيكونس دايجرام. العمليه مش صعبه، اذا انت كاتب التسلسل هذا بشكل صحيح ومنطقي هذا will be translated تقريبا 1 to 1 to the system sequence diagram. ولاحظوا انا عمالي بحول من التكستشوال ديسكريبشن هذا اللي بيفهمه الهيومن، عمالي بحوله شوي شوي لسيستم اللي بيفهمه الكمبيوتر. لاحظوا كل سطر من هاي الأسطر أنا اختصرته وكأنه في ميثود أو فانكشن أو أوبريشن. لأجل هيك قلت لك أنا بدي الميثود يأدي شغلة واحدة فقط. لأجل هيك قلت لك هاي الـ statement should be declarative وشود بي تايم أوردرد وشود بي نمبرد. ما بصير 5 تتنفذ قبل 3، لازم يكون في عندي تايم أوردر معين واضح ومنطقي. طبعا هنا هذا الترتيب والتسلسل والجمل هذا وظيفتك انت في الاوبجكت اورينتد اناليسز، تفكر كيف بدك تحطها. هلا هون هذا المثال جزء لنا عايشينه وكلنا رحنا اشترينا وهي عارفين التسلسل هذا، لكن بكره انت لما ينطلب منك نظام معين بدك تروح تفكر كيف هذا النظام بدك تبنيه وكيف بدك يشتغل. هاي مسؤوليتك انت. لذلك بقول لك هذا اناليسز، object oriented analysis، عمالي بفكر كيف هذا السوفت وير راح يشتغل لقدام شوي. اوكي، فلو جيت قلت لك مثلا اكتب لي الديسكربشن لاسقاط ماده راح يكون ديسكربشن مختلف. بدك طبعا ما له بجوز اسقاط ماده، بجوز برضه انتم كمان جربتوه، موجود عندي في خدمات الطالب. بتدخل بتختار الماده اللي بدك تسقطها اللي انت اصلا مسجلها وبتكبس اسقاط، بيجي السيستم بيشيلها مش عارف ايش، ما الى ذلك. اوكي، في ترتيب زمني معين، وهذا قلنا هذا الترتيب ممكن يدخل في البزنس بروسيس ري انجينيرنج، اعاده هيكله او اعاده هندسه العمليات. اوكي، يعني انا ممكن اطور، انا اجين قلت لك ما بدي انقل الشغل الورقي على الكمبيوتر، انا الاصل اني احدث واطور الشغل الموجود. طيب اذا هذا ما بتسويه لحالك بمعزل عن البزنس اونر، المفروض يكون بالتشاور معهم لتتاكد انه الشيء اللي بتعمله شيء صح. طيب نيجي على كل اوبريشن من هاي الاوبريشنز، ليش اقول على كل اوبريشن من هاي الاوبريشنز؟ في بعض هاي الاوبريشنز بتكون شويه معقده، بتكون شويه مش واضحه، بتكون شويه فيها يعني بدها شغل، somehow بدها شغل بشكل او باخر. مكتوب لها شيء اسمه operation contract. هذا الاوبريشن contract provide analysis details على تاثير هاي الاوبريشن على السيستم.
شو بتسوي هاي الاوبريشن؟ يعني في بعض الاوبريشنز هي فيري ستريت فورورد، انا ممكن اقعد ابرمجها مباشره، لكن في بعض الاوبريشنز لها اثر على السيستم، فبدي اكتب شيء اسمه الاوبريشن كونتراكت، وهذا تمبلت الاوبريشن كونتراكت. طبعا للامانه يا شباب، يعني بيوز مع الخبره بتصير تبطل تكتب الاوبريشن كونتراكت، اوكي؟ بتصير الاوبريشن كونتراكت يعني ستريت فورورد، او ممكن زي ما حكيت لك هم بيكتبوها للاوبريشنز اللي يعني ايش اقول لك انه شاكين فيها، لكن خلينا نحكي اللي هي الكومبلكس اوبريشنز اللي بدها شويه شغل، اللي بدهم يعني يتفقوا على شغلها كيف بده يصير. اوكي؟ مش لكل الاوبريشن بس الاوبريشنز اللي بدها زياده اناليسيس. طبعا الاوبريشن النيم اوف ذا اوبريشن، اليوز كيسز اللي فيها هاي الاوبريشن، هاي الكروس ريفرنس، وفي عندنا البري كونديشنز والبوست كونديشنز. والبري كونديشنز زي ما حكينا اللي هي حاله السيستم اللي لازم تكون موجوده قبل تنفيذ هاي الاوبريشنز، لكن اهم جزء بهاي التمبلت اللي هو البوست كونديشنز. البوست كونديشنز بده يكون واحده من ثلاث اشياء. بعد تنفيذ هاي الاوبريشن شو الاوبجكتس اللي عملتلها كرييشن او ديليشن؟ لما اقول انستنس، انستنس هو نفسه اوبجكت، لما اقول انستنشيشن يعني كرييتنج اوبجكت فروم كلاسز، اوكي؟ ففي البوست كونديشنز بسجل ثلاث شغلات. شو هي الاوبجكتس اللي عملتلها كرييشن او ديليشن؟ شو هي الاتريبيوتس اللي عدلت على قيمها؟ الاتريبيوت موديفيكيشن. شو هي الاسوشيشن اللي عملت لها فورم اور بريك؟ مره ثانيه، ثلاث شغلات بتطلع على ثلاث شغلات، بس راح تيجي نطبق عليه هذا التمبلت. شو هي الاوبجكت اللي عملت لها كرييشن اور ديليشن؟ يعني انتوا عارف بعد لما انفذ هذا الاوبريشن ممكن انا اعمل كرييشن لاوبجكتس معين، بقول كرييشن لاوبجكت او بقول انستانشيشن لاوبجكتس، ذا سيم ثينج. اه ممكن انا اعدل قيم على اوبجكت، او ممكن طبعا كلهم مع بعض، اوكي، اعدل قيم لاوبجكت، انه مثلا رصيد الطالب كان 50 صار 70 بعد دفع الرسوم، اوكي. ممكن انا اعدل على قيم، ممكن اعمل كرييشن لاوبجكت واعدل على قيم مع بعض، بصير. واذا في عندي اسوشيشن، هاي العلاقات بين الاوبجكتس، اذا فورم اور بروكن، يعني اوكي انت سجلت ماده فصار بينك وبين هاي الماده صار في ريليشن شيب، قبل ما تسجل ما كان في ريليشن شيب، لكن بعد ما سجلت صار في ريليشن شيب انك انت تسجل هاي الماده. هاي اللي هي الريفرنس بلغات البرمجه. الاسوشيشن هي من انواع الريليشن شيبس وهي ريفرنس. اوكي؟ فاذا عملت كرييشن ريفرنس، اذا ربطت تو اوبجكتس ببعض. طيب خلينا نشوف المثال اللي موجود عندنا. طبعا لتكتب الاوبريشن كونتراكت لازم يكون موجود قدامك شيئين، السيستم سيكونس دايجرام او البلاك بوكس سيكونس دايجرام والدومين موديل. كل شيئين لازم يكونوا موجودين امامك. اوكي تمام. طبعا كل ما كان الدومين موديل عندك انت كتبته او صممته بشكل افضل، كل ما ريحك بكتابة الاوبريشن كونتراكت، وكل ما ريحك لقدام شوي في الديزاين. ها تمام، كل ما ريحك في الديزاين. مهم جدا جدا انسق هاي الاشياء واظبطها. طبعا نقطة مهمة يا شباب، انه الدومين موديل احنا شفنا بعد ما كتبنا اليوز كيس ديسكريبشن عملنا ريفاينمنت الدومين موديل. هذا لا يعني انه الدومين موديل هذا نهائي، أنا ممكن أرجع لهذا الدومين موديل وأرد تطلع معي معلومات جديدة. ريمبر وأنا عمالي بكتب الأوبريشن كونتراكت، عمالي هنا بعمل مور أناليسيز، تطلع معي والله لازم يكون في كلاس جديد، لازم يكون في عندي أتريبيوت جديد أو أتريبيوت أنا ما كنت منتبه له، هذا لازم أضيفه، أو لازم يكون في علاقة ريليشن شيب جديد برضه بدي أضيفه. هاي كلها من الأمور
اللي ممكن تطلع معي تستحدث معي هذا شيء طبيعي. أنا ما بحكي لك إنه هذا الدومين موديل شيء نهائي. أنا حكيت لك إنه كل ما كان يعني شغلك أفضل، كل ما كان شغلك أدق، كل ما ريحك، لكن ما في ما يمنع إنك تعدل عليه، تزيد كلاسز أو تشيل كلاسز، تزيد attributes أو تزيد relationships. ما في ما يمنع أبدا. أوكي؟ تمام يا شباب؟ فما نجي على أول operation اللي هي make new sale. لما أقول make new sale خليني أطلع على الدومين موديل هذا اللي موجود أمامي. لما أنفذ هاي الأوبريشن، لما أطلب هاي، شو الأوبجكتس اللي راح ينعمل له كرييشن؟ أوبجكت من سيل مفروض. أوبجكت من سيل بالضبط. هذا السيل لازم أعمل له كرييشن. لازم أعمل له كرييشن. ما بعمل الكرييشن لا للستور ولا للريجستر، هذول المفروض يكونوا معمولين من قبل صح؟ أنا لما أشغل السيستم، لما أشغل السيستم المفروض انه يعمل كرييشن للريجستر والستور والكاشير وهذا بالستارت اب. لكن لما يجي هذول لازم يكونوا معمولين، لكن لما يجي الكاستمر وانا اعمل له ميك نيو سيل معناته انا عملت اوبجكت جديد من سيل. اوكي، عملت انستنس من هذا الكلاس. اتفقنا يا شباب؟ اه شو رايكم؟ تمام تمام. في كلاس ثاني ممكن اعمل انستانشيشن منه؟ تتوقعوا في كلاس ثاني؟ ما في، لسه لا في عندي بيمنت ولا في عندي كاستمر ولا في عندي الايتم هذا معمول من زمان، والكتالوج والديسكريبشن والستور هذول كلهم معمولين من زمان. اوكي، لكن انا لما اعمل ميك نيو سيل بعمل كرييشن لهذا الاوبجكت، object من سيل. فبقول لاحظوا هنا هاي الاوبريشن اللي هي make new sale، طبعا هي في ال process sale use case. the preconditions، ما عنديش preconditions. ولاحظ بال post conditions قلت بطلع على الشغلات. اول شيء ال instance creation and deletion، اذا بعمل creation the objects او بلغي هاي the objects. فقلت هنا a sale instance، طبعا لما اقول instance يعني object، لما اقول instantiation يعني creating object from a class. اوكي، a sale instance s was created، سميته s، انا بدك تسميه s سميه الاسم اللي بدك اياه. اوكي، عملت object من هذا الكلاس اللي اسمه sale سميته s. اوكي طيب، قلت ما في عندي other instance creation ولا في عندي instance deletion. طيب بطلع على الشغلة الثانية، هل في attributes تغيرت قيمها؟ ها شباب، بس ايش السؤال؟ أنا حكيت الأوبريشن كونتراكت بطلع على ثلاث شغلات. الشغلة الأولى يعني شفناها مع بعض اللي هي الانستنس كريشن اند ديليشن. الشغلة الثانية تغيير قيم الاتريبيوتس، الاتريبيوت موديفيكيشن. هل في اتريبيوتس تغيرت قيمها في السيستم؟ لما أقول هنا في الدومين موديل هل في اتريبيوتس تغيرت؟ يعني تفرج الاتريبيوتس الموجودين معنا، خلينا نفكر فيهم. هل الاي دي كود الديت والتايم والتوتال، الديت والتايم للسيل هذول اكيد لازم should be initialized صح؟ لما اعمل make a new sale لازم اثبت الديت والتايم الحالي للسيستم. مش بتشوفوا لو بتقرا الفاتوره اللي بيطبع لك اياها في عندك التاريخ والوقت صح؟ هو أكيد اخذ التاريخ والوقت للسيستم. طيب في اتريبيوت ثانيه تغيرت قيمها؟ في شيء تغير؟ لا في شيء. يعني تفرجوا هنا هاي amount tender بعدنا لا دفعنا ولا شيء. طيب ال quantity ما بعدنا، ما بلشناش لا بال quantity ولا عملنا scan the item، بعدنا هنا هاي الانتر item الخطوة الثانية. لا بعدنا make a new sale. ال name وال address وال store هذول أكيد بيكونوا ثابتين. ال item ID وال price وال ما عندنا ما لهم هذول. أوكي، هل في attribute ثانية تغيرت قيمها؟
خلص انتهينا. فبقول هون attributes of S were initialized. هون شباب تخيل انك انت بدك تبرمج السيستم. هلا هون انت بتفكر هي analysis العملية هاي اوكي. لكن object oriented analysis بتفكر بعقلية الديفلوبر اللي بده يكتب البرنامج. فانت لما بدك تكتب هاي الميك نيو سيل، لو قلت لك اكتب لها امبلمنتيشن، شو بدك تعمل؟ بدك تعمل تستخدم الكونستراكتور لسيل وتعمل اوبجكت من نوع سيل، بدك تسميه اس، وبدك تغير الديت والتايم له. وبعدين بقول لي اذا في عندك، خلينا نحكي الخطوه الثالثه، خلصت الاتريبيوت نوتيفيكيشن، وفي عندي الخطوه الاخيره اللي هي الاسوشيشن فورمد اور بروكن. اوكي، هل هذا الاوبجكت اللي عملت له اس بدي اربطه مع اي من هاي الاوبجكتس؟ طبعا بقدر اربطه مع السيل لاين ايتم، مع الريجستر، مع الكاستمر، مع الكاش بيمنت. مع مين راح اربطه هذا؟ لمين بدي اعمل له ريفرنس؟ اكيد مع الريجستر. اكيد مع الريجستر. ليش مع الريجستر؟ لانه بدي اقول انه هاي الفاتوره او هاي السيل، هاي المبيعات تمت على هذا الجهاز. انتوا بتشوفوا، اقرا فاتوره، جرب روح اقرا فاتوره، بقول لك اللي هو رقم الجهاز هذا او رقم الكاشير، بقول لك مثلا 46. ليش بدي اربط هذا السيل مع الريجستر؟ طبعا هذا مش قانون يعني. ليش انت ربطته مع الريجستر؟ اكيد الا في شيء معين يعني، في لوجيك. هلا انتوا هنا زي ما قلت لكم ديفلوبر، انت هو بدك تعمل اناليس، اوبجكت اورينتد اناليسيس. الاناليسيس القديم اللي كان على الريكويرمنت شو بحكي لي؟ بحكي لي صاحب البزنس هذا بيقول لي ترى انا باخر نهار ايمن كان يشتغل على الكاشير رقم 6، او خلينا نحكي الماشين هاي الحاسبه هاي البوينت اوف سيل سيستم رقم 46. فأيمن باع 50 زبون، واحد ب 50 دينار، واحد ب 30، واحد ب 20. بنهاية اليوم أنا بدي أجي كمشرف، كسوبرفايزر، بطبع تقرير، بقول هاي الماكينة رقم 46، هذا الريجستر رقم 46، أنا تلاحظ مسجل مين السيلز اللي تموا عليه، كل واحد قديش فيه توتال. فبقول هذا اللي هو درج الفلوس لازم يكون في بنهاية اليوم 2500 دينار. ليش؟ لأنه هذا السيل مربوط مع ريجستر. السيل دائما مربوط مع ريجستر. أوكي؟ أجل هيك بدي أربط السيل مع الريجستر أساس أعرف كل ريجستر قديش باع خلال اليوم، لأني بدي أحاسبه عليهم. أوكي؟ Otherwise إذا ما سجلت كيف بدي اعرف؟ لانه ممكن يعني السيل الريجستر رقم 46 باع ب 2500، ورقم 45 باع ب 1000، ورقم 44 باع ب 300. كيف بدي اقول انت جرارك لازم يكون في 300، وانت لازم يكون ب 500، وانت لازم يكون ب 2500؟ اوكي؟ فلأجل هيك بربط السيل مع الريجستر، لازم اسجل كل سيل تمت على اي ريجستر. وصلت الفكره؟ واضحة الفكرة يا شباب؟ وصلت. وصلت. فلأجل هيك أنا ربطت هذا الاس، هذا السيل انستنس، ربطته مع مين؟ مع الريجستر. فهون صار في عندي association formed. تمام يا شباب؟ تمام. تمام؟ فأنا كتبت الاوبريشن كونتراكت لهذا الميك نيو سيل. طبعا هذا الحكي كمان شوي راح يتحول معي لكود، راح يتحول معي لديزاين وكود. وزي ما قلت لكم الاوبريشن كونتراكت هذا مش مكتوب لكل شيء للامانه يعني، ما مكتوب لكل شيء، لكن هون انا مثلا بالمثال هذا بدي امشي فيهم واحد واحد واعطيك الاوبريشن كونتراكت لاغراض توضيحيه. لكن في بعض الاوبريشنز ستريت فورورد عادي انت تقدر تصممها بدون اوبريشن كونتراكت، اما في بعض الاوبريشنز بتكون فيها يعني انا شاك، مش متاكد 100%، بتكون كومبلكس، بتكون يعني وات ايفر ات از. فانا بدي ايش؟ بدي ادققها اكثر او بدي اصممها بشكل افضل. وضحت الصوره؟ طيب خلينا نكمل.
خليني بس اخذ سكرين شوت عنها بس اوضح لكم اياها بشكل افضل. ثاني اوبريشن اللي هي انتر ايتم، ثاني اوبريشن اللي هي انتر ايتم، هاي انتر ايتم. خليني بس ايوه طيب الانتر ايتم بدي اكتب الاوبريشن كونتراكت، هذا اسم الاوبريشن انتر ايتم، وبياخذ ايش الايتم اي دي والكوانتيتي حكيت صح، وهذا موجود داخل البروسيس سيل. واكيد اكيد اكيد اذا بدي انفذ هذا الاوبريشن لازم يكون في عندي سيل اوبجكت موجود هنا، اوكي لازم اكون نفذت البروسيس سيل، لازم يكون في عندي سيل اندر واي صح ولا لا؟ كيف بدي ادخل ايتم بدون ما يكون في له فاتح فاتوره انا صح ولا لا؟ على مين بدي ادخله؟ صح؟ متفقين؟ تمام ممتاز. طيب بالاوبريشن كونتراكت اهم شيء عندي البوست كونديشنز، هاي البري كونديشنز انه يكون في عندي سيل اوبجكت اندر. هلا البوست كونديشنز بتطلع اجين على ثلاث شغلات، الانستنس كرييشن اند ديليشن، الاتريبيوت موديفيكيشن، الاسوشيشن فورمد اور بروكن، ثلاث اشياء اوكي. يلا واحده واحده. في عندي هنا هذا التيبل شايفينه او هذا الدومين موديل، شو الانستنس اللي كرييتد هنا لما بدي اعمل انتر line او enter item؟ شباب مين لمين بدي اعمل creation؟ بدي اعمل creation لكاشير؟ لا item المفروض للline للline item مش للitem. الitem نفسه هذا بيخزن اللي هو ال description وال price وما الى ذلك الامور، انا بدي ايش للline item صح؟ هذا اللاين ايتم اللي بالفاتوره، مع انه الفاتوره عندي زي هيك شكلها صح؟ هاي الفاتوره، هاي هذا رقم الكاشير، وهذا التاريخ والوقت ورقم الفاتوره وما الى ذلك الامور، بعدين بقول هذا الايتم الاول اللي اشتريته والكوانتيتي والبرايس والتوتال والسب توتال، وهذا الايتم الثاني الثالث، وهون عندي الفاينل توتال صح؟ فأنا عملت كرييشن للفاتورة أول شيء بس ما كانش فيها ولا لاين ايتم. هلا ايش بدي أضيف؟ السيلز لاين ايتم، الديتيلز هذول الايتمز اللي بالفاتورة هذول سميتهم لاين ايتم. وليش عملت كرييشن لأوبجكت اسمه لاين ايتم؟ لأنه كان في عندي الكوانتيتي اوكي، وأنا قلت الكوانتيتي مش عارف وين بدي أخزنها، إذا خزنتها داخل السيل معناته كل الايتمز اللي شريتها لهم نفس الكوانتيتي، وإذا دخلتها داخل الايتم معناته كل الايتم هذا اي شراء من هذا الايتم بيكون نفس الكوانتيتي. فحكيت عملت كرييشن لكلاس جديد سميته سيل لاين ايتم، هذا سميته الاسوشيشن كلاس صح؟ لما تكون علاقه ماني تو ماني وهي العلاقه بترتب عليها تخزين قيمه معينه، فعملت شيء اسمه الاسوشيشن كلاس اوكي. فانا هنا في الانتر ايتم بدي اعمل كرييشن لاوبجكت من سيلز لاين ايتم تمام. كل مره بعمل سكان لاوبجكت بدي اعمل كرييشن لللاين ايتم لهذا الايتم اوكي. طيب في شيء ثاني ممكن اعمل له كرييشن هون شباب؟ بتخيل اني عمالي بكتب كود انا، هذا اناليسز بس اوبجكت اورينتد اناليسز، هذا ويل بي ترانسليتد للديزاين. هذا هون انا عمالي بحول من التكستوال ديسكريبشن تاع اليوز كيس، عمالي بحوله شوي شوي لديزاين ليصير امبلمنتيشن اوكي. اجين مره ثانيه الاوبريشن كونتراكت مش بكتبها لكل شيء، يعني في اشياء بتقول لي والله انا بضيع وقت، شو اللي قاعد بتحكيه؟ يعني انا
مثلا في عندي ميثود بس ليجمع لي كذا، ليش اكتب الاوبريشن كونتراكت؟ الاوبريشن كونتراكت هي بس الامور المعقده، لكن هون اللي بدها فيرذر اناليسز. اوكي، لكن هون انا عمالي بعطيك اياهم كلهم لاغراض تدريبيه، لاغراض توضيحيه. اوكي تمام يا شباب. طيب في اني اذر اوبجكت بدي اعمل له كرييشن او انستانشيشن؟ اتفقنا انه انستانشيشن هي اوبجكت كرييشن. اوكي، في اني اذر انستانس ذات ماست بي كرييتد؟ للانتراكم لا دكتور. نعم للانتراكم. للانتراكم لا لا. طيب تمام 100%. طيب خلصنا من اول شيء، احنا قلنا الاوبريشن كونتراكت، البوست كونديشنز، اول شيء بتطلع على الانستنس كرييشن اند ديليشن. طيب الشغله الثانيه اللي هي الاتريبيوت موديفيكيشن، في عندي اتريبيوت موديفيكيشن؟ في اي اتريبيوت بهذا الدومين موديل بدي اغير قيمته؟ فكروا عادي اذا بنفكر. دكتور اذا بتعيد السؤال بس، مشكله النت عندي مش كويس فبقطع. مش مشكله، عمالي بحكي هون في خلصت من الانسنس كريشن ديليشن، بطلع على الشغله الثانيه اللي هي الاتريبيوت موديفيكيشن. في عندي اتريبيوت بدي اعمل له موديفيكيشن هون؟ الـ quantity تبع الـ size item. الـ quantity صح، انا مش لما اعمل سكاننج للـ item قلت باي ديفولت هو واحد، وانا ممكن اغيره واقول 2 3 4 5 10 20 صح؟ اوكي؟ ف الـ quantity بدها تعديل. والكاشير اي دي كمان. الكاشير اي دي، ما هو الكاشير اي دي ما بغير الاي دي له. ليش؟ هو ما بتغير الاي دي بس انه بتسجل على الفاتوره. هلا شوف، ما هو الكاشير اشتغل على ريجستر، فاي عمليه سيل بدها تتم على هاي الريجستر بدها تكون ايش مسجل على هذا الكاشير. مش الاي دي دكتور مثلا لاحمد بده يكون ثابت دائما وهيك؟ معلش بقول الاي دي مش بده يضل ثابت حسب اسم الموظف. بيقولوا ثابت لانه عبد الله له اثنين، عبد الله له ثلاث زي هيك بالضبط. عبد الله لنفترض اشتغل عندي، انا عندي سوبر ماركت، بقول لعبد الله انت الاي دي تبعك 55، من لما اشتغل عندي لغايه ما يستقيل وهو الاي دي له 55، اذا اجى موظف جديد بعطيه اي دي 56، ثابت الاي دي ما بغير قيمته. اوكي تمام يا شباب، هاي كويس. هلا انتم بجوز ما عندكم خبره في البرمجه كثير وفي التحليل وفي التصميم، بس هي هذا دائما النقاش يثر الحديث. اوكي عادي اسالوا، يعني لو عارف انه سؤالك صح اسال عادي، اسال اي شيء، خلينا نتناقش مع بعض، خلي جوابنا يكون يعني على الاقناع. احنا هنا ترى يعني بجوز هاي مبينه عندي، لكن في بعض الامور بتكون مش واضحه، فكل ما سالته اكثر وكل ما ناقشته اكثر توضح معاك الامور بشكل افضل. طيب هل في شيء دكتور عندي سؤال، الكوانتيتي متى بصير عليها تعديل على قيمتها؟ لما اعمل انتر ايتم لنفس الايتم اللي حطيته قبلها بالضبط. هلا انت كان موجود انتر ايتم، احنا قلنا باي ديفولت اذا بتشوف بالسوبر ماركت باي ديفولت اول ما يعمل سكان الايتم هو بحط قيمة للاي دي قديش؟ واحد على الكوانتيتي عفوا واحد. صوتك صار يروح ويجي عبد الله، بيوز النت في مشكلة؟ بعرفش قصدي. هسه كويس يا دكتور. تمام. لانه الكوانتيتي بدخلها اول شيء الكاشير. بالضبط. هلا هي بقول لك هي باي ديفولت بتكون واحد، انت مجرد ما عمل سكان بيكون واحد، بس مرات بيعدل عليها. اوكي؟ قبل ما يعمل سكان للنكست يعني ايتم ممكن يعدل عليها.
فهي بغض النظر هي واحد ولا اثنين ولا خمسة، أنا عدلت على الكوانتيتي صح ولا لا؟ صح؟ حطيت الكوانتيتي، حطيت قيمة الكوانتيتي باي ديفولت واحد، لكن ممكن أعدل عليها زي ما بدي، أحط القيمة اللي بدي إياها. أوكي؟ تمام؟ هل في دكتور. هل في attribute ثاني ممكن أعدل عليه؟ شباب again تخيل إنك أنت بدك تبرمج هذا الoperation، بدك تكتب الكود إله. هلا لسه هذا الكود مش مكتوب، فأنت بدك تكتب الكود، فهون عمالك أنت بتحلل طبعاً in terms of objects شو ممكن يصير. أوكي طيب again ما فيش عندي attribute الثاني بدي اعمل له modification. طيب هل في عندي association راح تصير؟ لاحظوا انا عملت creation لهذا الاوبجكت اللي اسمه SaleLineItem. هذا لازم يكون بمين مربوط هذا SaleLine؟ تابع لمين؟ لاحظوا هنا هذا اللاين ايتم تابع لفاتوره صح ولا لا؟ فمش المفروض اني اربطه مع السيل اوبجكت؟ أو لا؟ تمام، فأكيد لازم هذا السيل. طبعاً هنا أنا بحكي عن reference بالسي بلس بلس، نحكي عن الreference والpointers. بالجافا بنحكي عن object reference variable. بدي أقول إنه هذا السيل هذا فيه مثلاً array of sale line items أو مثلاً set of sale line items أو array list أو حسب طبعاً choice إلك. وعارفين احنا شو الفروقات بينهم، مش عمالنا بندرس برمجة هون، اذا بتكون بنحكي عنها بتفصيل اكثر، بس مش 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 دور. فانا ربطت السيل لاين ايتم، قلت هذا السيل لاين ايتم اللي هو باكيت شيبس والكوانتيتي له 10 تابع لهي الفاتوره اللي رقمها 556 اللي تمت على الريجستر رقم 55. اوكي تمام، فهاي الاسوشيشن اللي فورم. هل في اسوشيشن ثانيه بي فورم؟ وين راح هذا؟ هل في اسوشيشن ثانية بدي اعملها فورميشن؟ اكيد مش بيطلع معي انا الديسكربشن والبرايس. هذول من وين طلعوا الديسكربشن والبرايس؟ انا هذا الايتم اي دي من الايتم بالضبط، الايتم اي دي بدي يروح على الايتم، وهذا الايتم هو مشبوك في ديسكربشن وبرايس في البرودكت ديسكربشن. اوكي تمام، فبدي اطلع الديسكربشن وبدي اطلع البرايس من وين، فبدي اعمل هاي الاسوشيشن انه بدي اقول هذا الاس ال اي اوبجكت اللي هو اوبجكت من السيل لاين ايتم، عدلت الكوانتيتي له وربطته مع السيل. اوكي مع الكارنت سيل، وربطته مع البرودكت ديسكربشن بيز على الايتم اي دي. اوكي تمام يا شباب، بكمل. الانت سيل، الانت سيل انه انا خلصت عملت السيل لاين ايتم، وكل مره بعمل سيل لاين ايتم جديد بعدل الكوانتيتي بربطه مع السيل وبربطه مع البرودكت ديسكريبشن 10 20 ايتم 30 لاين ايتم لغايه ما اكمل عادي. بعدين الانت سيل لما يجي يكبس الكاشير الكبسه انه خلص هذا اخر ايتم بدي اعمل له سكانينج، شو بده يصير؟ هل في كرييشن نيو اوبجكتس؟ طبعا شباب هنا يعني العمليه فيش فيها يعني صح وغلط بشكل واضح 100%. هلا هنا انت بتقرر، وعلى فكره ممكن يجي ايمن ويجي عبد الله وتيجي شادن، كل واحد بيجي ب description مختلف عن الثاني والثلاث يكونوا صح. That's absolutely fine. طالما انه make sense، طالما انه فعلا بيأدي العملية. بجوز شادن مثلا تيجي تعملها بطريقة مختلفة، وبشار يجي يعملها بطريقة مختلفة، ومحمد وكل واحد، لكن الثلاثة كل واحد له طريقة. يعني زي كده بدنا نعمر بيت، بيجي مثلا أيمن يقول أنا حطيت غرفة الضيوف في الجهة الجنوبية،
وبيجي عبد الله بيقول انا حطيتها في الجهه الغربيه، هذا تصميمي. اوكي، اثنين صحيحات عادي، اثنين بيوت وما شاء الله عليهم لكن اذا بدك مين الافضل، هذاك علم ثاني، هذاك بدخل في الديزاين. طبعا مين اللي بيحدد الافضل؟ اللي بيحدد الافضل اللي هو النون فانكشنال ريكويرمنتس، هيك بتحكي الدراسات، هي اللي انا بستخدمها for the systematic trade-off analysis between different alternative architectures. يعني بيقول لي مثلا ايمن انا غرفة الضيوف حطيتها على الجهة الغربية لانه اغلب الهواء اللي بيجي هذا الرطب والكويس والحلو والبراد بيجي غربي، لو بدي احطها على الجهة الشرقية الضيوف هذولا ما راح يجيهم هواء، بدي اضطر اركب لهم كونديشن، مشكلة هاي. اوكي، مش هيك بنفكر احنا بتصميمنا للبيوت؟ ونفس الشيء بالنسبة للسوفتوير، إذا بدي performance، إذا بدي security لازم أحط كذا، إذا بدي scalability، إذا بدي maintainability، إذا بدي، على العموم هذا العلم يعني ما راح أحكي عنه لأنه هذا بمادة design and architecture. okay؟ لكن هذا just a hint for you. هنا لما أصمم الoperation contract طبيعي إنه يطلع عندي أكثر من تصميم، طالما إنه التصميم صح. اما مش مثلا تيجي على انتر ايتم وما يكونش عندي سيل لاين ايتم، او تحط لي الكوانتيتي داخل السيل، هذا اكيد تصميم غلط. في شيء صح وفي شيء غلط. اوكي، فبالنسبه لانت سيل، انت سيل هنا انا انهيت عمليه السيل، طبعا اكيد الشرط انه يكون في سيل اندر واي. هل في كرييشن لاوبجكت جديد؟ السيل انا عملت له كرييشن، اللاين ايتم عملت له كرييشن، وهذول البقيه معمولهم creation at initialization time. اوكي، طيب معناته ما ظل عندي object ثاني بدي اعمل له creation، كلهم معمولهم creation. طيب هل في object بدي اعمل له deletion؟ ما في اشي، لان سيل انا بالسيل هذا بدي اخزنه، ما بدي اعمل له deletion ولا line item. اوكي، إذا مثلا في عندي use case إنه أحذف line item بدي هذاك بعمل deletion، أما هون ما بدي أعمل deletion. أوكي؟ طيب بتطلع على attribute modification، هل في attribute بدي أعمل له modification؟ لاحظ هون شو طلع معي؟ قال لي إنه sale.isComplete هذا في attribute داخل السيل object اسمه is complete، هذا ما كانش موجود في الدومين موديل يا جماعة، لكن طلع معاي هون إنه أوكي. يعني كيف 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 هذا السيل أوبجكت أنا بدي أحدد بالسيستم إنه complete، خلاص انتهى. أوكي، عشان ما حدا يعدل عليه. هذا طالما إنه السيل is not complete بقدر أشيل item وأضيف item. تعرفوا ممكن يجي الزبون يحكي لي والله هذا قديش حقه؟ 5 دنانير؟ لا شيله، شيء هيك بتصير معنا. اوكي، طالما انه السيل از نوت كومبليت بقدر اظني اعدل عليه، اشيله واغيره. لكن اذا السيل صار كومبليت معناته خلص لوكت. طب كيف بدي اميز السيل كومبليت ولا نوت كومبليت؟ معناته لازم يكون في عندي اتريبيوت جديد، هذا بوليان فاريبل، بوليان اتريبيوت. اوكي، بعطيه قيمة true or false. إذا كانت قيمته true معناته هذا الأوبجكت بقدرش أغير عليه، إذا كانت false معناته لسه هذا السيل أنا قاعد بشتغل عليه، بصير أقدر أشيل وأنقل. فطلع معاي الآن attribute جديد اسمه is complete، فبدي أروح على هذا الدومين موديل وأكتب إنه في عندي item اسمه is complete من نوع إيش؟ من نوع boolean. فهذا الدومين موديل يا شباب is not fixed، هذا بده يظله alive، بده يظله. لاحظوا زاد عندي increment هنا، بلشت أعدل، بلشت أضيف معلومات جديدة، أسميها increment، زدت على السيستم اللي موجود عندي. وكل ما أحلل أكثر وكل ما أروح على الـ use case description وأطلع السيستم sequence diagram وأكتب الـ operation contract وأرجع أكسر على الدومين موديل، راح تطلع معي معلومات جديدة ممكن، وهذا شيء طبيعي. اوكي، تمام.
فهون بقول لازم يكون في عندي is complete. لاحظوا كيف فكرت في هذا is complete، تمام؟ طلع معي هلا فكرت، انا قلت بدي شيء، بدي طريقه، بدي ميكانيزم، فقلت لازم يكون في عندي هذا is complete attribute، وهذا لازم يصير قيمته true. في عندي attribute ثاني راح يتعدل؟ لا. في عندي association formula or broken؟ لا. بس وانا بدي احط على السيل هذا انه خلص هذا complete true، ما حدا بيقدر يعدل عليه 100%. طيب هاي في عندي اليوز كيس اللي بعدها، عفوا الاوبريشن اللي بعدها اللي هي make payment. طيب لو نرجع هنا على السيستم سيكونس دايجرام، هاي في عندي enter item، وهي في عندي end sale، وهي في عندي ايش make payment. طيب again لازم يكون عندي البري كونديشن، لازم يكون في عندي there is a sale underway. طيب الميك بيمنت هنا شو في عندي؟ object must be created or deleted. اكيد 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 لازم اعمل creation لهذا البيمنت object. بقول هنا a payment instance p was created. اوكي طيب في object ثاني بدي اعمل له creation؟ في ما في ليش؟ اذا حدا شايف فيه يحكي لي. طيب بعدين هنا خلص الاوبجكت كريشن اند ديليشن، هذا البيم بعدين بيقول لي عندي هون الاسوشيشن فورد اور بروكن. هل هذا عفوا قبل الاسوشيشن الاتريبيوت موديفيكيشن، هذا فيه الاماونت تندر، قديش المبلغ المدفوع؟ معناته هذا لازم يتعدل. انت دفعت لي 50 دينار، هون لازم اسجل بالاماونت تندر انه دفعت لي 50 دينار، اكيد اسجل البيمنت. هل في قيم ثانيه لازم تتعدل؟ طيب خلاص ما في، اذا في احكوا لي عادي مش مشكله. طيب بعدين الاسوشيشن فورد اور بروكن، هذا الاوبجكت مع مين لازم يكون مربوط؟ لعملت له كرييشن، دائما لما اعمل كرييشن لاوبجكت غالبا لازم اعمل له اسوشيشن مع اوبجكت اخر. هذا البيمنت لمين هو تم؟ هل هو تم للريجستر ولا للكاشير ولا للسيل لاين ايتم؟ اكيد هو لازم يربط مع السيل. اوكي العلاقه بينهم 1 تو 1، انه هذا البيمنت للسيل معين والسيل له بيمنت معين. اوكي ما بصير يكون بيمنت والله دافع لفاتورتين مع بعض، لا كل فاتوره لها دفعه مختلفه. هلا اذا بصير في البزنس شيء ثاني اوكي، لكن حسب هذا السيستم اللي موجود معي ما بصير. اوكي حسب التصميم هذا ما بصير. اوكي تمام يا شباب، وضحت الصوره؟ كمل طبعا. تفضل عبد الله. شيء بقول واضح تمام 100%. اجين يعني هذول بيوز الاوبريشنز يكونوا سهلين، وزي ما قلت لك اللي بيحدد مين يعمل كرييشن لاوبجكت ومين يعمل، وكانك تخيل نفسك بدك تبرمج السيستم. وكانك تخيل نفسك بدك تبرمج السيستم، وزي ما حكيت لكم ممكن على فكره عبد الله وايمن يطلعوا بحلين مختلفات والاثنين صحيحات، لكن بجوز يكون في حل افضل من الثاني اكيد. هذا مش موضوعنا ان نفاضل بين الحلول، هذا قلت لكم بماده الاركتكتشر اند ديزاين المفروض تضبط. لكن as for now احنا بدنا نتخيل، لاجل هيك قلت لك هذا object oriented analysis مش requirement analysis. هذاك سوينا وتعلمنا بتفصيل وشفنا كيف بنقعد وبنفلتر ونحط السبيسيفيكيشن واذا في تضارب هذا كمالنا وماله. اوكي لهون احنا بنحكي عن object oriented analysis. واجين في نهاية الحديث هون الاوبريشن كونتراكتس مش لكل الاوبريشنز، صحيح منها لكل الاوبريشنز هون، لكن هذا بس لاغراض المحاضره لاغراض توضيحيه. الحياه الواقعيه احنا بنعملها بس الاوبريشنز اللي هم هذول سبتل كومبليكيتد شويه اللي بدنا نفكر فيهم. اوكي ولا انا عارف انه اي ميثود انت تيجي بتقدر
تعمل له implementation أو تقدر تعمل له design زي إنه مباشر. في أي سؤال؟ محاضرة الجاي إن شاء الله بنبدأ أو بنعطي مثال توضيحي ثاني بحيث يعني تتركز أو تتعزز لنا عمليا الفهم. وطبعا إحنا بعدنا في مرحلة الإلابوريشن. الإلابوريشن زي ما إحنا شايفين لكل use case بنيجي نأخذ الديسكريبشن وبنعمل السيستم سيكونس دايجرام وبعدين بنعمل الاوبريشن كونتراكتس. اوكي هذا بعدنا احنا هون في مرحله الاناليسز على فكره، ولو اني بلشت احكي اوبجكت وكرييشن وديليشن وعدوا على الدومين موديل، بس بعدني بمرحله الاوبجكت اورينتد اناليسز. بعد ما انتهي من هاي الامور بنتقل للاوبجكت اورينتد ديزاين. احنا بالكورس هذا اناليسز اند ديزاين، صح؟ تمام يا شباب. إذا هنا وصلنا لنهاية وقت المحاضرة، فأي سؤال قبل ما ننهي محاضرة اليوم؟ أي استفسار؟ ممتاز، يعني بفترض أن الأمور واضحة. إذا في أي سؤال ممكن تسألوا المرة هاي والمرة الجاي وبأي وقت تكون. ففي أي سؤال؟ الله يعطيك العافية دكتور. الله يعطيك العافية. نراكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. شكرا يا شباب.